السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم دي باك دو سيريال، يقولوا اصابع الشوفان الصحيه. واش نسحق هنايا؟ مكونات اختياريه، واش عندك في المنزل او تشري كميات صغيره. نسحق مشمش مجفف، اللوز، الجوز، الزبيب الاسود او الابيض، هنا السمسم، هنا رقائق اللوز، هنا هادو رقائق الذرة تاع فطور الصباح. واش عندي في الدار كمكسرات او نزيد معاهم رقائق. شوفوا هنايا قطعتهم كامل وخلطتهم، مثل رقائق عندي هنايا داي تاع الشعير وتاع الشوفان اللي عندي الكبيره والصغيره، خلطتهم كامل. نراهم هنا راني حمرتهم شويه باش ينشفوا لي مليح، يقعدوا كروستيون. ونروحوا في كسرونه نحط العسل ومغرفه تاع السكر. ندير زوج مغارف حتى ثلاثه تاع العسل هكذا في اناء، ونزيد معاهم السكر، نحطهم على النار. نحركو هنا جوست تيبي يدوب السكر هذاك، مغرفة فقط كما قلت. نزيد قرصة ملح ونحرك. هنا يبدا السكر يدوب، نرمي مكونات الجافة. شوفوا كيفاش يولي، ماشي شرط لازم يتشمك، لازم هكا كي شغل ابان برك هذاك العسل هذاك غير باش تشدو ملي. هنا دوكا نطفي عليه، نحبس عليه النار. هنا ديراكتومون نحطو على ورق الزبدة في بلاطو ونفرشو على سمك 2 سنتيم هكداك، نسيين نعبض مليح ونسويه بسرعة. قطعتو كينشف هكا، و لازم ورق الزبدة نعاود، سينو إلا درتو بلاستيك أو درتو ديراكتومون في السمو يلصق، تحكموش فيهم بعد يتفتت لكم. كرجي شهي هنا من بعد ما راني عاونت ورق الضغط وضغطت عليه، هنا نحط السميوة تاعي في الثلاجة. من بعد نقطعو الى مستطيلات، راح تمدوها للاطفال تاعكم او تغلفوها وتمدوها للاطفال تاعكم كلمجة، هذه احسن لمجة، راح تمدوها للاطفال تاعكم صحية وغنية. الى اللقاء، الى وصفة اخرى ان شاء الله.